يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، نسألك يا ربنا في هذه الليلة الشريفة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا، نسألك يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا وعلمائنا وولاة أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام. اللهم تقبل منا واكتبنا في من صوم رمضان ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك.